فيكن تتواصلوا بسرية وخصوصية على الخط الآمن مع فريق عمل متخصص على مدار الساعة لتحصلوا على الدعم النفسي والاجتماعي بحال تعرضكن لأي شكل من أشكال العنف. بدي أتصل. يي لا لا شو بدي بهالشغلة؟ إذا حدا شافني يمكن يخبر جوزي، بتكبر المشكلة. لازم ألاقي حدا يساعدني. ألو، كيف فيني أساعدك؟ نحن منقدم خدمة إدارة الحالة، بتحبي أعطيكي موعد نقابلك وجه لوجه؟ أنا عبير مساعدة اجتماعية، مركزنا بوفر للنساء يلي بمروا بظروف عنف وإساءة مجموعة من الخدمات المتخصصة النفسية والقانونية والاجتماعية بصورة بتحترم السرية والخصوصية. طبعاً بعد ما نعرفك على الخيارات الموجودة لإدارة وضعك بترجع لإلك حرية الخيار بأي مسار حضرتك بتلاقي الأمثل لوضعك والقرار بالمتابعة مع بعض أو لا. شكراً على ثقتك وشجاعتك بمشاركتنا وضعك، أنت مش لحالك، نحن حدك. كتير ارتحت وأخيراً لقيت حدا يسمعني بسرية وطمنتني المساعدة. ما حدا رح يعرف إني إجيت لهون ولا شو حكيت. إسا حسيت في أشخاص حدي رح يساعدوني أنا وعيلتي ويدعمونا. ما تسكتي عن حقك، كوني قوية واثقة بنفسك، كسري الصمت عن العنف واطلبي المساعدة من المراكز المختصة. اعرفي حقوقك ودافعي عنها. نحنا حدك وبندعمك. مش لحالك بتتعرضي للعنف، في كتار غيرك.